يا اهلا بحضراتكم في هذا الجزء من هذا الصباح، واللي بيكون مخصص كالعاده لمنشطات صحف مصر والعناوين والموضوعات اللي اهتمت بيها الصحافه المصريه في اعدادها الصادره صباح اليوم. هنبدا مع حضراتكم هذه الجوله كالمعتاد من جريده الاهرام وصدر الصفحه الاولى، العنوان تيسير اجراءات التعاقد على وحدات المجمعات الصناعيه، والرئيس يقول دعم شباب المستثمرين في الصناعات المتوسطة والصغيرة. الحقيقة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجموعة الاقتصادية في الوزارة مهتمة اهتمام شديد بموضوع المجمعات الصناعية بكامل اتجاهاته وزواياه. شفنا محاولات جديدة لتخصيص الأراضي المفروض أنها تخصص للنشاط الصناعي، لكن شفنا تخصيصها بطريقة جديدة أنها تكون مرفقة وجاهزة حتى لا يتحجج أو حتى لا يتعثر ربما المستثمر الصناعي أنه يقيم البنية الأساسية في هذه المنطقة أو في أرضه. بيستلم المستثمر الأرض مرفقة وجاهزة تماما على العمل، لكن يعني خلونا نشوف المسألة بشكل أوضح شوية من ضيفنا عبر الهاتف الدكتور شريف الخريب الخبير الاقتصادي، نفهم منه أكتر عن هذا الموضوع. دكتور شريف صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك دكتور شريف. يعني عشان نفهم التجديد والتطوير اللي بيحصل في المنظومة الصناعية في مصر لازم نفهم أبرز المعوقات اللي كانت بتواجه المستثمرين في قطاع الصناعة قبل كده، وإيه اللي بيتم حاليا لتعديل هذا الميزان أو لموازنة الأمر والتيسير عليهم. الحقيقة كانت أهم المشكلات اللي بتواجه أي مستثمر أو أي شخص يفكر في إنشاء مشروع صناعي صغير متوسط كبير هو كان الإجراءات العقيمة الخاصة بالحصول على رخصة الاستثمار، ودي الحمد لله تم التغلب عليها من خلال قانون الاستثمار والشباك الواحد الذي ينتشر في كل محافظات مصر. العنصر الثاني أو المشكلة الثانية، ودي كانت مشكلة كبيرة جدا، وهي عدم توفر الأراضي المرفقة الصالحة لإنشاء المنشآت الصناعية، ده بالنسبة للمشروعات الكبيرة. وطبعا الحقيقة بعد ما جه السيد الرئيس وأطلق ثورة الصناعة في 2019 بعد نجاح المرحلة الأولى والثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، فكانت هذه الثورة أهم عناصرها هو إيجاد مناطق صناعية مرفقة تقريبا تغطي كل محافظات الجمهورية، بل وأيضا في تجمعات جديدة تبعد قليلا عن هذه الصناعة. بالنسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، المشكلة الكبرى كانت في حصول المستثمر الصغير على مبنى جاهز مرفق يقوم باستغلاله لعمل مشروع الصغير، وده اللي تم الحقيقة. يعني احنا شفنا في الروبيكي، احنا شفنا في دمياط وكثير من الأماكن هناك مشروعات يوجد بها مباني للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي فهذا الموضوع الحقيقة هيحل كثير من المشكلات، وأتمنى أن يرفق به مجموعة من الدراسات الاقتصادية، دراسات الجدوى المصغرة للأنشطة والمشروعات التي يحبذ أن تقام في كل منطقة على حدة، بحيث أن تكون يعني نقول مرشد للمستثمر الصغير عندما ينوي عمل مشروع. طيب هل المعوقات وما تقوم به الدولة حاليا من تذليل هذه المعوقات وتغيير الصورة إلى الأفضل هي يعني على المستثمر الصناعي المحلي كما هي على المستثمر الصناعي الأجنبي، أم أن الأجنبي بتزيد عليه ربما هذه القيود لاعتبارات أخرى؟ لا، الحقيقة هي كانت نفس المعوقات هي والمستثمر الأجنبي هو الحقيقة بيسعى إن يعني بضمن المشكلات، وأنا قابلت الكثير منهم عملية إن يحصل على إقامة مؤقتة مجرد ما يتقدم بطلب الحصول على رخصة الاستثمار للمشروع الخاص به إلى أن يقوم بتنفيذ المشروع بالفعل على أرض الواقع ويحصل على الإقامة الدائمة في مصر، أن هذا العنصر أيضا مهم جدا. هناك أيضا عنصر التمويل، التمويل الحقيقة من العناصر اللي تعتبر مهمة جدا واللي الدولة قامت بها بدور كبير في توفير سواء بالنسبة للقروض اللي هي
قليلة الفائدة 5% و7% مشروعات صغيرة ومتوسطة، أو فيما بعد ذلك بالنسبة للمشروعات الكبيرة. وأعتقد أن البيئة الآن والوضع الآن ممهد لإقامة العديد والعديد من المشروعات الصناعية على كافة المستويات وفي كل القطاعات. دكتور شريف، يعني أنا من لقاءات سابقة لي مع حضرتك وعبر سنوات الحقيقة ربما حتى بعيدة، كنت أعلم أن لديك اهتمام خاص بالاستثمار المصري في إفريقيا والعلاقات الاقتصادية المصرية الأفريقية. في ظل هذه التغيرات، هل يعني تلمس على الأرض أن في حالة اهتمام من شركات أو كيانات اقتصادية أفريقية أنها تبدأ تفتح مجال لأعمالها في مصر بناء على هذه التطورات والتيسيرات اللي بتقدمها الدولة المصرية؟ الحقيقة هذه النقطة بالذات، يعني أنا ببشر حضرتك وببشر كل السادة المشاهدين أن صورة مصر الذهنية الآن في القارة الإفريقية في خلال الثلاث سنوات الأخيرة أن بينظروا إلى مصر بأنها النموذج والأمل اللي بيتمنوا أن بلادهم تصل إليه. أما بالنسبة للاستثمارات من أشقائنا من القارة الإفريقية في مصر، فهناك العديد والعديد، هناك استثمارات كبيرة جدا من أحد المستثمرين السودانيين الكبار. يمكن احنا لسه قرينا ان احد المستثمرين الكبار ايضا في جنوب افريقيا بيستثمر في النشاط الرياضي بانه ينوي شراء جزء من احد الانديه المصريه، لان الاستثمار في النشاط الرياضيه من الاستثمارات الناجحه جدا واللي بيكون لها مردودها ايضا على المجتمع. وبالتالي ايضا لا ننسى ان مصر روجت لافريقيا منذ 2015 للاستثمار في افريقيا، وهناك العديد من الاستثمارات المصريه في كثير من دول القارة الإفريقية. وبالتالي الروح التي وجدت في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنسبة للقارة الإفريقية أننا كلنا كيان واحد، لنا مصير واحد، مستقبل واحد، ويجب أن نقف دائما جميعا مع بعض. فالاستثمارات المصرية في إفريقيا موجودة، الاستثمارات الأفريقية في مصر موجودة لصالح كل شعوب وأبناء القارة الإفريقية. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور شريف الخريبة الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات وهذا الرأي. هتحول مع حضراتكم إلى جريدة الأخبار والصفحة رقم 3، منها العنوان: الرئيس يلتقي مع وزير التعليم العالي السيسي، زيادة الجامعات الأهلية إلى 15 والتركيز على الدراسة الأكاديمية. الحقيقة أنه ما سمعنا عنه في إطار الجامعات الأهلية أنه هم هيكونوا 4 جامعات، وأن ربما 3 جامعات منهم يدخلوا الخدمة أو يبدأوا العمل هذا العام الدراسي اللي بدأ بالفعل يوم أمس أو أول أمس كمان. لكن الجديد في هذا الاجتماع اللي ضم رئيس الجمهورية مع وزير التعليم العالي توجيهات بزيادة هذا العدد من الجامعات الأهلية إلى 15. لابد ان احنا هنا نركز ونعيد التذكير بان الجامعات الأهلية هي جامعات لا تهدف الى الربح، بمعنى ان اي ارباح تتحصل عليها هذه الجامعات لا تذهب الى مجموعة من المستثمرين او لجهات تستثمر في انشاء هذه الجامعة، وانما يتم اعادة تدوير هذه الارباح داخل اروقة ومباني الجامعة ليتم الاستفادة منها في العملية التعليمية والعملية البحثية. الأمر الآخر المهم للتذكير به دائما في مسألة الجامعات الأهلية هي أنها جامعات تحظى بدعم أو بمنحة حكومية كبيرة عند مرحلة الإنشاء، وهذا دليل على اهتمام الدولة بهذا النوع الجديد نسبيا على مصر الحديثة في مجال التعليم العالي، لأنه كان موجود منذ بداية التعليم الجامعي في مصر، لكن يعني السنين الأخيرة لم نشهد هذا التطور لهذا القطاع اللي هو الجامعات الأهلية. حتى الآن التركيز والخبر بيتكلم عن أن هناك توجيهات رئاسية أيضا بأن يكون التركيز على قطاعات أكاديمية بعينها، وطبعا هذه القطاعات هي القطاعات اللي بتحتاجها الدولة في نهضتها الحديثة بشكل أكبر، هي القطاعات اللي بيهتم العالم كله بالاستثمار أكاديميا وإنتاجيا فيها علشان يحقق أعلى العوائد الممكنة. التخصصات العلمية المفترض أنها تدخل العمل أو تدخل إلى الجانب التعليمي من خلال الجامعات الأهلية هي تخصصات أيضا مطلوبة في سوق العمل علشان تكتمل
حلقات أو تكتمل الدائرة بأن الخريج زي ما هو خريج مؤهل لسوق العمل يجد أيضا سوق العمل اللي يستوعبه ويستفيد من طاقته ويفيد هذا الشخص ليكون عضو فاعل في المجتمع. هنروح إلى جريدة الجمهورية والصفحة الأولى، خبر الحقيقة يعني يحتاج منا شوية استيعاب وفهم. تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، ماذا يعني تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد؟ الخبر بيتكلم عن تجربة جديدة نسبيا شهدها المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، وهي تدشين المرحلة الأولى من مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد بين محكمة القاهرة الجديدة وسجن ترى العمومي و15 مايو والنهضة المركزيين باستخدام وسائل تقنية حديثة. يعني القاضي هيتصل بالمتهمين داخل محبسهم بقاعات أو عبر قاعات مخصصة بكل سجن وبحضور المحامين المسؤولين أو المنوط بيهم الدفاع عن هؤلاء المتهمين من خلال شبكات تلفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون، علشان هذا المتهم مثلا يتم تجديد حبسه فيتم هذا التجديد عن بعد دون الاحتياج إلى نقل المتهم من مكان إلى آخر. هذا يعني وقت ومجهود ومشقة، وأيضا من الزوايا الأخرى يحتاج إلى تأمين وإلى تجهيزات لوجستية وشرطية كلنا عارفينها وبنلمسها في الشارع وبنشوفها كل يوم أمام المباني الرئيسية للنيابات والمحاكم، فهذا ربما يكون تيسير على كل الأطراف الداخلة في هذا الأمر. هنروح إلى المصري اليوم وخبر عن التعليم، وطبعا أخبار التعليم في البؤرة للاهتمام هذه الأيام. التعليم تطلق قناة مدرستنا بالسلام الجمهوري عند سفح الأهرامات، في عدد من القنوات التلفزيونية هيدخل العمل تتبع الوزارة، وزارة التعليم هيكون أول قناة منها اللي هي تمت عملية الإطلاق ليها بالفعل مدرستنا، ودي هتكون بتغطي الصفوف من رابعة ابتدائي وحتى الإعدادية. وطبعا الخبر بيتضمن الإحداثيات لو حد عايز يعني يظبط تردد القناة عنده في التلفزيون، وحيكون أيضا في قنوات أخرى هيكون عددهم ثلاث قنوات جديدة خلال العام الدراسي 2020-2021. ده طبعا جزء من منظومة أهم وأكبر لتطوير عملية التعليم واللجوء إلى وسائل غير تقليدية وغير تلامسية في عملية التعليم تتيح لنا أن احنا نتعامل مع الوضع الكوني والعالمي الجديد في ظل فيروس كورونا. لكن هذا يعني لابد أيضا أن احنا نذكر أن ده كان اتجاه سابق حتى قبل أزمة كورونا، لكن فرضته علينا الأزمة بشكل أوضح، وأصبح اللجوء إلى هذه الحلول يعني يتطلب منا الإسراع وعدم التوقف. إلى جريدة الأهرام مرة تانية، لكن هذه المرة إلى الصفحة رقم 5. رئيس الأركان يشهد المرحلة الأولى لرفع الكفاءة القتالية لأحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني. نفهم أكتر عن هذا الموضوع من اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق. سيادة اللواء صباح الخير يا فندم. أهلا، صباح الخير. صباح النور سيادة اللواء. يعني مرحلة أولى لرفع الكفاءة القتالية، مسألة رفع الكفاءة القتالية هل لها مراحل محددة وكيفية اختلاف هذه المراحل بطبيعة اختلاف الزمن والوضع السياسي والعسكري اللي بتمر بيه الدولة؟ هو طبيعي أن كل القوات المسلحة بتشهد طفرة في عملية التطوير باستمرار، سواء كانت التطوير من حيث التسليح أو التدريب أو كل الأساليب اللي بتتبعها القوات المسلحة. هذا النوع من التفتيش اللي احنا بنشهده أو اللي السيد رئيس أركان حرب بيشهده النهاردة ده اسمه تفتيش حرب، بمعنى أن بعد نهاية هذا التفتيش على الوحدة دي أو التشكيل ده، كلمة تشكيل يعني فرقة مدرعة أو ميكانيكية، يعني ثلاث لواءات فأكثر، هذا التشكيل معنى كده بنهاية التفتيش عليه انه جاهز انه يدخل حرب فورا، يعني من نفس مكانه ياخد اوامر يطلع كل مستوياته، سواء كان تدريب الناس رفع الكفاءة القتالية كل شيء المستويات من الذخائر للوقود للتعيينات للمياه كل الكلام ده جاهز. وده بنقول انه بيبقى اعلى نوع من التفتيشات لان كل الناس واخدة المهام بتاعتها متفاهمة
بتعرض حتى على رئيس أركان القوات، رئيس أركان حرب المهام بتاعتها وإنها جاهزة ليها. فده بنقول هذا التفتيش، وعادة بيتم بيكون تم قبليه زي ما أنت بتقول دلوقتي اللي هو عملية التطوير والتحديث، لو في أسلحة جديدة دخلت، لو في أي تعديل بيتم لهذه الوحدة أيضا من حيث التجهيز أو من حيث التسليح بيتم. وبالتالي بنقول إن هذه الوحدة بتكون جاهزة تماما لدخول الحرب في نفس اللحظة اللي ينتهي بها التفتيش عليها. رئيس أركان بيشهد المرحلة الأولى، قد يكون هناك مرحلة تانية لا يفتش فيها سيد قائد العام للقوات المسلحة، فده بيسبقه تفتيش رئيس الأركان ثم تفتيش القائد العام. أنا بشكر عليك شكرا جزيلا سيادة اللواء ناصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المعلومات وهذه الإضاءات. إلى جريدة الأخبار والصفحة رقم 1، 433 حصانا أصيلا وخمسة أنسال لا مثيل لها، محطة الزهراء للخيول موطن الجمال العربي. محطة الزهراء اللي أنشئت سنة 1908 مساحتها 55 فدان، هدفها الرئيسي هو الحفاظ على الحصان العربي الأصيل بمواصفاته الكاملة والشاملة، وأيضا مساعدة هذا القطاع المهم من الجانب الخاص أو القطاع الخاص. محطة الزهراء فيها 433 حصان عربي أصيل، بتتضمن خمس أنسال لا مثيل لها في العالم من الحصان العربي الأصيل، وربما منهم يعني نسلين هم الأغلى والأندر في العالم والأكثر قيمة. المحطة أيضا بتشرف على عدد كبير من محطات الخيول الخاصة المملوكة للقطاع الخاص، لكن بتمدها بالخبرات والإشراف الفني والبيطري، وبتساعدها على يعني زيادة كفاءتها، وده طبعا جزء كبير أو جزء يعني مهم من رسالة هذه المحطة. ما ننساش أيضا أن في مهرجان رائع سنويا، مهرجان بتقيمه محطة الزهراء للخيول العربية، بيكون في عرض الأهم الخيول والخيول الجديدة اللي اتولدت داخل المحطة، إضافة أيضا إلى عملية تصدير هذه الخيول إلى العالم وفقا لمعايير وأنظمة ثابتة وموثقة تحفظ للحصان العربي هويته وقيمته المادية والمعنوية والتاريخية أيضا لنا كلنا. هنروح إلى جريدة الجمهورية، القابضة للشرب والصرف، وقف تحصيل فواتير المنشآت السياحية وشركات الطيران حتى نهاية العام. جزء من الإجراءات التيسيرية على الجهات والمنشآت السياحية اللي طبعا ما زالت بتحاول أنها تتعافى بعد أزمة كورونا وتجد لنفسها موطئ قدم على خريطة السياحة العالمية اللي هي كلها الحقيقة في حالة من الإرهاق، فبتحاول جهات الدولة إنها تيسر عليها وتساعدها على تجاوز هذه المرحلة الصعبة. كده انتهت هذه الجولة السريعة في عناوين ومنشطات صحف مصر، لكن هنتوجه مع حضراتكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء مع زميلتي نجلاء الجعفري، وبعده محمد عاطف في انتظار حضراتكم بأول فقرات هذا الصباح الحوارية لهذا اليوم.